هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة رقم 18 لعبات الدرينج. وتقول لي تضغط الزرار والسبسكرايب، وشكرا يا جماعة على دعمكم بالحلقات الماضية. شكرا لكم من كل قلبي، اتمنى اخوة توصلوا دعمكم الجميل. وخلونا نكمل باللعبة الجميلة دي. بسم الله، خلونا نكمل يا جماعة الخير، خلونا نكمل. اخر مرة وقفنا كنا عند القلعة يا جماعة الخير اللي فوق، عارف كيف؟ بس رجعت هنا، جات الكف، عشان كاتب من عند الكف يعني الكف. الملاحظة اللي بعدها كاتب اطلع ايست من الكف، راح تلاقي حطام، انزل جهة القبو، راح تاخذ كتانة. خلونا نروح يا جماعة الخير في كتانة راح نجيب، والله ما ادري من الشيل ولا لا. خلونا نطلق يا جماعة الخير بحلقتنا، في عندنا اكثر من شيء نبغى نسويه. راح نكمل بكيلد يا جماعة الخير، احنا من الحلقة الماضية بكيلد، وخلونا نكمل فيها. ما اعتقد راح نخلصها بالحلقة دي يا جماعة الخير. راح نبدأ كوست جديد، عارفين كيف؟ راح نبدأ كوست جديد لشخصية جديدة اسمها ميليسون يا جماعة الخير، عارفين كيف؟ بنت اسمها ميليسون. راح نبدأ الكوست حقها إن شاء الله بالحلقة دي بإذن الله. رهيب الكوست حق ميليسون، افتكر أول مرة ختمت اللعبة سويت الكوست حقها، مرة رهيب. بحب لها، بس خلونا ننزل القابو ذا اللي أقول لكم عليه. كاتب عنده كتانا، راح خذه. بس دايما اخبط في مكان القابو، انا بقتلهم دول اللي ينحقون السم. ليه ثواني، ايوه ذاك هو القابو. اسلحتي يا جماعة الخير هي بكيف. والله شوفوا الحلقة الماضية جبنا رمح يا جماعة الخير، رهيب والله. روح بس خلوك ترى الكلب ذا بدنا نجيبه كسامن، عارف كيف؟ بالحلقة دي إن شاء الله راح أوريكم فين نجيبه، اللي مو مرة قوي صراحة. هو تقريبا كل عدو تشوفه باللعبة دي بدك تجيبه كسامن. هنا عندنا الأشياء دي، عارف كيف؟ تقريبا هذا زي الجحر حقهم، خلينا نقول. عارف كيف البيوض حقتهم، البيض حقهم وكذا، عارف كيف؟ أو في واحد فيهم ما مات، اوكي خلنا بس اديه كذا. والله دي ما ادري كم صديتها، والله اللعبة تقول لي بدك تجيب السام لو تبغى، بس عارف كم مو لازم. خلنا الحين ندخل نجيب الكاتانا. والله على حسب علمي مو من افضل عارف كيف الكاتانا يعني باللعبة، بس لكن كاتانا رهيب ذا. بسم الله، خلنا نقتل عبد ذا، بعدين اوريكم الكاتانا ذا. والله انا افتكر الكتانة، جربته كذا فترة يعني، عارف كيف؟ يعني قبل التختيم اللي جربته، وصراحة ما افتكر انه عجبني، والله ما ادري ممكن اكون غلطان. اعتقد قتلناهم كلهم. خليني اوريكم الكتانة ذا يا جماعة، خليني اوريكم الكتانة ذا. لا والله ما اقدر اشيله، احتاج الذكاء 18. انا الذكاء اقدر اخليه 15. اعتقد ما ادري اخليه 15، اكثر من كذا والله ما اضم مداري. ايوه خليني اوريكم يا جماعة الخير، هذا هو الكتانة. ما اقدر اوريكم حركاته الاساسية، اعتقد ايوه يسوي يعني فينا يا جماعة الخير الضربة ذيك. خلينا نقول اللي تسحب الاعداء، عارفين كيف؟ عندك توقع هذه هي زي كذا، لونها بنفسجي، عارفينها؟ يعني والله ما ادري صراحه، يعني ما احس سلاح رهيب. الحلقه الماضيه جبنا السلاح ذا، وايش جبنا كمان يا جماعه الخير؟ بالله ثواني، في رمح جبته والله رهيب الحلقه الماضيه، قلت هذا الرمح ممكن راح اعتمد عليه. والله شباب بالتعليقات تقولوا لي عبد العزيز استخدم سيف ال، بس معلش ثواني، السيف الليل واللهيب تقولوا لي استخدمه، يعني على فكره كيف اقدر استخدمه يا جماعه الخير؟ يعني اقدر ارفع الذكاء والبس الخوذه ذيك، صار بدل استخدم، بس والله ما ادري، ان شاء الله باذن الله راح اعرف كيف يعني قدام، يعني اعرف كيف راح اشوف اذا راح استخدمه ولا لا. دحين يا جماعه الخير الرمح ذا وجبت الحلقه الماضيه ذا، ايوه ذا هذا والله مفكر انه قوي، رهيب والله. والله يا جماعه الخير شوفوا قديش يعني من اجمل الميزات باللعب لما يكون معك سلاح يوصل، شوف الضربه دي يعني من فين، يعني هو بعيد اصيده كذا، وكمان يسوي هولي دامج يا جماعه الخير. وانا الهولي دامج باللعبة دي حبيبي، يعني زي ما انتم عارفين يعني ما شاء الله يعني مركز على الشيء ذا. فوالله ممكن يا جماعة الخير، او ممكن بالله، بس معلش ثواني،
او ممكن يا جماعه الخير نجيب السلاح ذا اللي نسخه كيف من بلاد بور، يعني السلاح ده يا جماعه الخير سيده جايبينه من بلاد بور. فاكرين الفاس؟ بالله يا جماعه الخير لعب بلاد بور، فاكرين الفاس؟ امانه ما كان زي كذا الفاس يا جماعه الخير، الضربه حقته الثقيله، ولما كان الفاس يضرب اروان، بس اروان كان زي كذا. هذه حركات الفاس اللي ببلاد بور، انا متاكد 100%. فوالله ما ادري صراحه رهيب، وسلاح يعني شكله زي شكل الاسلحه اللي ببلاد بور، فوالله حتى ذا السلاح ممكن اقوي صراحه، يعني ما بين ذا وما بين يا جماعه الخير الربح ذا، واحد منهم. كيف يا جماعه الخير واحد منهم؟ يعني خير ود السلاح ذا كنت استخدمه الحلقه الماضيه اظن في الضربه ذي الرهيبه حقت الفرينزي. والله وشايف بالتعليقات يقول لي عبد العزيز انت اخذت تعويذه تقوي لك ضرب فرينزي، بس والله ما ادري صراحه، ممكن لما يكون عندي خانه رابعه ممكن يا جماعه الخير احط التعويذه ذي اللي تقوي ضرب فرينزي. دحين يا جماعه الخير، دحين يا جماعه الخير بنحبس خلينا نشوف. طيب كاتب اطلع اطلع على فوق، كاتب اعتقد قصدي في جريس هنا، في جريس بسم الله خلينا نجيبه، اتوقع قصدي هنا. اوكي يا جماعه الخير انا في جريس بسم الله خلونا ناخذه. انا قد جيت البياع ذا، ايوه اخذت الجريس ذا بس بالله ثوان البياع ذا ما اعتقد اني قد جيته. بسم الله ما شاء الله، لا والله ما قد جيته، خليني اروح له. ويلكم دير كاستمر، يس رايت ذس واي رايت ذس واي، ويلكم فاليود كاستمر، كم تريد ان اور واندرينج امبوريوم. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. خلي نشوف ايش عنده البياعين صراحة. اوه هذا ما عنده شيء صراحة. خلي اشتري مني ثلاثة. شرح احتاجه قدام. البياعين اشكال يعني بعض الاحيان اعرف كيف، واحد يقول لي بتبيع ولا بتشتري، واحد يقول لي اعرف كيف تبغى تشتري اشتري، في بعضهم لا يترجوني زي ذا يعني اعرف كيف، يعني اشكال هي. انا خليني اشتري من الاسهم النارية خمسة ليش لا؟ وخلاص ايوه. خلنا الحين نكمل. نكمل يا جماعة الخير. الحين روح نورث ويست كاتب في كف. نورث ايست كاتب تقصد قصدي هنا. كاتب في اش هنا تقصد فوق قصدي. ايوه في كف سري هنا كمان، في كم مليون بال الكف من هناك متأكد انا، بس في المفروض انه في جريس حول هنا اعتقد قصد اللي عند البياع. المهم خلونا نروح الكف، ايوه خلونا نروح الكف يا جماعه الخير. الحلقه الماضيه يا جماعه الخير كنت استخدم اللي هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد الشعله، في شعله اخذت الحلقه الماضيه هذه. خلاص الكلاب هذه ما تجي عندك لما تقدر تستخدمها، مره رهيبه. ودحين خلنا نروح من هنا، دحين في عندنا كف يا جماعة الخير من هنا، خلنا نروح له من هنا كف هو بالله بس تو، أنا أعرف إنه من عند العربة. هذا هو الكف، شوفوا قدام شايفينه. تنقز من هنا، أنا ما أبغى أجي من عند العربة اللي أكرهها. بعيد عنك ما عليك. فخلنا نروح من هنا، الكف ذا مليان بالروت يا جماعة الخير. بس معايا تعويذة رهيبة بس ما طهرني. التعويذة ذي اعتقد انها تشفيك يعني من كل فكة، من كل سم، من كل ضرر، من رهيبة صراحة. اوكي اخوان خلونا نخلص الكف ذا، زي ما اقول لكم مليان بالروت وحكم بطيء دحين، فا ان شاء الله باذن الله انه راح نقدر ندرك الوضع هنا باذن الله. ما اعتقد راح احتاج الشعله ذي هنا، ابغى اروح للزعيم على طول على فكره.
بس والله ناسي ايش فيه. بليه خل نشوف بس التوعيد دي هل تعالجني من جد. حلو حلو والله كافو عالجتني، بس كنا سويت لي ضرر ولا مو؟ والله هنا تباد يعني شيء مو سيء صراحة، وما أخذت من الإف بي كثير. كان عندنا ذا هنا بس خلونا نقتله. حلو حلو اوكي خلينا ننزل هنا. العربات دي ما اعتقد انها بيك اب عايشة، تمثال ممكن بس. كافو كافو خذ قوس الثعبان وكمل من هنا. وانا ثقيل ثقيل اوكي عشان الشعل اظن. خلوني اشيل الربح يا جماعة، خلوني اشيل الربح اعتقد احنا خفيف وكمل من هنا. يعني خلاص الفكرة معنا اللي هو انا يا جماعة الخير التوين بليد. طيب الصراحة اقتل ده اوكي اوكي الفرق كبير فين وهم شيء الفرق كبير. والله الحلقة الماضية كان قريب قتلني. اوكي ما هو في الفرق كبير الحمد لله هنا. والله ناسي من زعيمهم اللي هنا بس اعتقد انه كيف زعيم مو قوي ان شاء الله مقدر عليه. اي خلونا احرقها خلونا احرقها وافتك منه على طول. توقعت الضرر اكثر اكون صريح معاكم. اديها واحدة كمان. او انا اوريكم ايش راح اسوي. الله طيب استلمون اللي فوق الله ياخذهم. والله مرة ما يصير كذا اقسم بالله. خلونا بالبداية اروح اقتل اللي فوق افضل. اوكي اوكي او اعالج نفسي بالبداية. والله الوردة ما ابغى اقتلها صراحة انا، فكرة يعني مهمة بس بلاي ثواني يعني ممكن عندها شيء. راح ياخذك قدامك انا هناك اعتقد بنجي من الجهة الثانية ونطلع له من هنا من عند الحطام ده. بلاي ثواني ثواني ايوه خلوني اقتل عبيد ذا. اوكي خلونا دحين بكم استلم الوردة. ايه خلونا ننزل لها خلونا ننزل لها وديها بال وديها بالتوين بليد. وش راح انهيها بالتوين بليد على فكره بما اني وصلت لين هنا خلونا نديها كذا افتك منها. حلو حلو لعناها كفو. والله اعتقد كفو ما تديك كثر 500. والله ما انصحكم تقتلوها صراحه. بس خلونا ناخذ اللي هنا. سلاح غريب صراحة اللي اخذناه. الحين خلاص خلونا نروح لزعيمهم. والله زعيمهم على ما اعتقد انه على فكرة فعد وقابلناه قبل كذا، الحين بكل على فكرة بس من زعيم. ونقوي ضرر الهولي دامج كذا. خلنا نجهز السامن على فكرة. اوكي خلنا نخش فيه. شايفين العدو ذا وجهنا اكثر من مرة. راح نشوف زيهم قدام كثير. اثنين هما. بما انهم مثلا خلينا اديهم كذا. هذول راح تشوف زيهم قدام كثير.
والله كفو يا الضرر. مين بالله كفو يا جماعة تخرج لدناهم. الخنفس الذهبي بعتقد انها تالسمن، بس ايش تسوي بالضبط؟ لا بس خلينا نشوف. يزيد الطلاسم من اوه تزود الروز زي ما تاخذها، والله كفو. راح شيء مو سيء والله. الحين خلاص خلينا نطلع من الكف ذا. والله ما ادري اذا انه سوت زي كذا، عارف كيف انا برجع للجريس؟ هل لا اعرف كيف الروت اللي فينا ذا يروح؟ لا والله ما يروح. خلني بلابس بسرعه اروح واجلس عشان يروح. اوكي اوكي خلت بفتح الخريطه واروح لجريس اللي عند القلعه. اعتقد قصدي ذا، لا هو في جريس هنا انا ما اخذته. خلوني بس بالله اروح اخذه، هو في جريس هنا اعتقد انا ما اخذته، بالله بس خلوني اروح واخذه. وفي واحد يا جماعه اخر مقاتل راح نواجهه الحين، البيكب غازي راح يغزو العالم حقنا وراح نواجهه اعتقد بالمستنقع ذا. يعني في عندنا اشياء كثير بتسويها بالحلقه ذي. كيف في واحد يا جماعه اخر راح نواجهه مقاتله، وعندنا زعيم كمان راح نواجهه حق المستنقع. وفي عندنا واحد فوق كمان راح نروح نكلمه، بس بلا ثواني خلينا ناخذ الامور حبه حبه. لا ما ابغى هنا، ما ابغى بديت السحره الاسحار الفكره راح اروح لها عليكم، بس مو الحين انا كاتب الحلقه دي. بس بالله اجيب الجريس ذا اللي اعتقد انه هنا. ايوه المفروض هنا، ايوه هنا هنا في جريس. بس خلونا اروح اخذ بسرعه. ايوه اوكي هو ذا. لا والله مو هو ذا، هذا يقرب لك يا جماعه اخر الحل حق مديرة السحرة دي اللي راح اروح لها. بالله الحين بس طبعا هو في جريس هنا، بس بالله اجيبه. ايوه هذاك هو شفته من هنا، عشان من عنده كاتب روح نورث ايست وواجه المقاتل. في عملاق زي ما انتم سامعين قاعد يربي علينا. خلنا بس ارتاح بسرعة. ساوث ويست كاتب روح ساوث ويست، اعتقد راح نلاقيه هنا بالمنطقة دي. اوه بالمستنقع يطلع، والله هو طلع لي قبل كذا، بس ايش انا قلت نواجهه بعدين. بياع ذا جيت انا، بسم الله بتذكر يو جيت البياع ذا انا احب له. بس خلوني انزل لو جيت المستنقع هنا، هو حولي هنا بس والله ما ادري فين. خلوني بس بلا جماعة اخر انزل وادور ذا فينه. هو على حسب علم تلاقيه بالمستنقع ذا. بسم الله خلوني اروح اصيد الاش ذا. اوه هذا اللي اختفي بسرعة ذا. بالله بس ثواني خلونا نجيب اخر نجرب من جديد، يعني عشان يرجع تسوي زي كذا. ومنها كمان خلونا نوريكم المنيو. المنيو بالعربي صراحة مغيرينه، فيك في اللوجو حق الدرينج. شوف كيف شغل نظيف ما شاء الله، يعني فريق الحلبة المتجدد ما شاء الله تبارك الله، يعني شغلهم نظيف ما شاء الله. والله افتكر قبل كذا لعبت لهم دارك سولز الاول وترجمتهم كانت جدا حلوه. ويلك على طول كان يقول ان شاء الله بالقص اصيده. حلو حلو كفو. عارفين يعني اي جماعه خير اش كذا يفلت على طول بسوي ريلود للجيم
وخلاص الفكرة رجع من جديد. ايوه هنا يا جماعة تقر، هنا راح نلاقي الغاز اللي اقول لكم عليه. شوفوا ركبت بنورث ايست وقاعد امشي نورث ايست بالمستنقع نورث ايست، لما تجي المستنقع امشي نورث ايست وراح يطلع لك حول، والله ما ادري فين بس حول هنا. حلو حلو طلع، بس نبغى نجيبها هنا، نبغى نجيبها هنا يا جماعة الخير. اتوقع راح اجلدها، تشبه ميلسون يا جماعة الخير، تشبه لها في المقاتلة ذيك ميلسون اللي راح نسوي الكوست حقها، لسه ما جينا بس اللي دحين بنواجهها تشبه لها. هذه هي حلو حلو جلدناها كفو، عارفين انا كنت ابغى اجلدها بسرعه عشان لا يجي احد يخش معاها. ميليسنت مو نفسها، هي مكتوب ميليسنت بس صدقوا لي مو نفسها. اوكي وهنا اعتقد في كويست كما في شو اسمه جريس كما ده، بس خلينا ندور فينه. اوكي كاتب بعدها اروح اقتل زعيم اسمه كماندر اونيل، كماندر اونيل اسمه يا جماعة الخير، هو اللي اقول لكم عليه زعيم المستنقع اسمه كماندر اونيل. الزعيم ذا اول مرة واجهته افتكر طولت معاه، بس لكن على فكرة من شغلة تعلمته انه ايش، انه يا جماعة الخير يا جماعة الخير انه بالبداية اقتل السامن اللي معه بعدين اقتله هو. بسم الله ثواني هو فين؟ هو المفروض هنا. ايوه هذه ساحته. اعتقد في كويس جريس اقرب. اعتقد كمان نبغى نطلع على فوق في كنيسة، بسم الله خلوني بالبداية اروح واقتله. عشان الكويست حقه متصل شو اسمه حق البنت ذي اللي اسمها ميليسون. الكوست حقها متصل يا جماعة الخير انه لازم نقتل الزعيم هذا اللي هنا اسمه كماندر اونيل، كماندر اونيل اسمه. اعتقد عنده جريس قريب، والله اعتقد عنده جريس قريب. شايفينه ذاك هو يا جماعة الخير، شايفينه ذاك اللي واقف. الحين راح نروح ان شاء الله ونجلده. والله كنا نفتكر في جريس هنا حول. خلاص خلاص ما عليكم، هذا كوي والله اخذت جريس انا بس بالله بعرف. ايوه اخذته منه، خلونا نرتاح كمان. اي والله وخلونا الحين نروح نخش كماندر اونير وان شاء الله راح نجلده، راح نقتله يا جماعه الخير. ولا ما راح نقتله راح ناخذ ابره، الابره دي راح نحتاجها بالكوست حق ميليسون. اوكي نبغى نقتل السمن نبدأ بسرعة بعدين هو عبكة. ها اوكي كذا نظامك انت، كان عبال عنه على السمن. بس بلا اقتلهم هم بالبداية. اوكي كفو ارجع لاصمله رجع اخش معاهم. والله والله ضرر يسوي كبير الله ياخذه. يا لطيف والله على بالي اني بعيد خلاص. اوكي والله ضرر الهولي صراحه ما يسوي له الفكره، ما ياخذ ضرر كبير منه. السلام عليكم ان شاء الله مقدور عليه. اوه يا لطيف الانفجار ذا اللي يسويه.
اوكي دحين بجيب فزعه جامده. قول ان شاء الله اقدر انهي قبل ما ضربه بس. اوكي بس خلينا نرجع لهنا. حلو حلو اوكي بس ما جت فيه. الله ياخذه. الله الله نهتك والحمد لله. كافو يا جماعة الخير. نحن من أول محاولة والله على قد ما واجهته ما أعتقد إني قد قتلته من أول محاولة. والله ضرب البداية ما كان مرة عالي بس كافو الحمد لله نحن. دحين يا جماعة الخير خلوا نروح هنا. كاتب روح وكلم جاليري يا جماعة الخير. في واحد اسمه جاليري وهذا راح يبدا ميليسون كويست. جاليري هذا تكلمنا يا جماعة الخير راح نبدا الكويست حق البنت ميليسون. فخلوا نروح كبني نروح له بس اخذ الاش ذا. في ملازم خاصة اكثر الحشرات دي والخنفسة هذه كمان معاها ما احتاج نقتلها. بس بالله بالبداية اروح اكلمه. اوكي ودحين خلونا نجي من هنا. كيف نبغى نجي نكلم الرجال اللي هنا. راح اطلب مننا الفكره في جماعه الخير زي الابره. الابره دي عشان تجيبها لازم تروح تقتل زعيم اللي اسمه كماندر اونيل زعيم المستنقع ذا دوبنا قتلناه. فلما تقتله راح يديك ابره. الابره تديها الرجال ذا. احنا خلاص الحين معانا. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gari, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Oh, you found the unalloyed. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. هذا حلال. خلونا يا جماعة الخير الحين. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? هذا حنا على فكرة خلاص بس أروح وأجلس. أيوة خلاص. والله ما أدري في جريس عندي قريب هنا. خلونا نسوي كذا يا جماعة الخير. كيف نرجع؟ هو لازم نتحدث اللعبة ونرجع نكلمه. على فكرة راح يعطينا زي العلاج نعطيه ميليسون. راح نلاقيه بكنيسة فوق على فكرة. وبس نروح نعالج ميليسون نديها الإبرة ذي وعلى حد راح نروح نلقاها مصابة. وأول ما تديها الإبرة ذي خلاص تعالجها وتبدأ تكلم. الكوست حقها طويل طويل مرة إن شاء الله بإذن الله يعني راح نسوي كله. نحن خلونا نكلمه. I have awaited your return. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. اوكي هذه الابره معلكم بالشكل وعلى السلامه. هذه الابره. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder.
tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? Well, I'm the one that found her. A mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Now, all you need do is deliver the needle to Millicent. She's convalescing in the church atop the cliff just beyond Celia. Do so, and you shall receive a handsome recompense, of course. خلاص ايوه. ايوه خلاص خد سيبه. تعال يا جماعه تخرج الكنيسه دي اللي الاقي فيها ميلسر عارف كيف يعني راح الاقيها فوق بس لكن انا كاتب بالبدايه اخلص مدينه السحره السرسري تاون يعني خلونا نخلصها عارف كيف مو صعبه كل عليك بس ثلاثه ابراج ثلاثه مدري اربعه عارف كيف تولعها وخلاص يعني اوكي حتى مو لازم تقتلهم كلهم الفكرة. وخلوا نروح لأول برج أعتقد إنه هنا. أنا ما داري أنزل وأقتلهم. الله ياخ ذاك الشغل هذا عاد لازم يموت والله. لطيف والله استلموني الله ياخذهم. استغفر الله العظيم. له ثواني يا جماعة تأخر خلونا نستلمهم. زودوها والله ذولي. اوكي اول برج نطلع له من هنا خلونا اقتل العبيد ذا بما انه قدامي بيضربني بالكتاب خلوني ايوه كيف نطلع له فوق له ثوان هو اكثر من أكثر من برج يا جماعة تخرج أعتقد إنها الثلاثة لازم نولعها. عندنا جولدن سيد هناك معكم راح أجيبها كمان. وفي واحد من هنا كمان. يا الله كيف اختفى الله ياخذه. يا خلونا نصيده بالقوس كذا. كفو القوس واحدة بواحدة اوكي عندنا اول برج هناك عندنا الثاني من هنا خلو روح لذا اللي من هنا تخذ بالحصان ذا اللي يجيبها الفكرة في اعتقد ايوه ثلاث ابراج راح نتولعها لما تولعها فكرة بالنهاية راح نواجه الزعيم. زعيمين يا جماعة الخير اثنين سوا هما. موجتهم صعبة ان شاء الله مقدور عليهم. نكسر نبدا نجيبها. ونجيب الحصان ليش لا؟ اوكي عندنا برج كمان من هنا. كم كذا كذا اثنين. صار باقي لنا بيك اب اول برج اللي كان المفروض اروح له اول واحد. بعد فين الكويست حق بلس انه طويل صراحة. هاي كويست يعني زي ما نقولوا اللعبة. والله ما ابغى احرق عليكم. انا افتكر الكويست ذا بيك اب سويته. أول مرة لعبت اللعبة زي ما أقول لكم طويل وإن شاء الله راح نسويه كامل بإذن الله الحين بقي آخر برج اللي هناك بس خليني أروح له من هنا منا كمان أخذ
ايتم اللي قدامي. الفيل بالنهاية يصير خلاص مدام ندخل من مو من هنا من مكان ثاني. الفيل نواجه الزعيم. هو الثالث من هنا. ظنك زدي ما ادري كيف صراحة نظامها بس الفيل كيف يعني زي كذا. اوكي انكسر قفل في المدينة في مكان ما الحين خلاص. ايوه بدنا ندخل نواجه الزعيم. قدام يا اخوان راح اروح مكان زي ذا. عارف يشبه المكان ذا الحصان زي اللي قاعد يقول لي مع نفسك. اوكي جاء الحمد لله. قدام يا جماعة راح اروح مكان يشبه المكان ذا بس ايش يعني اصعب صراحة بكثير. الحين الزعيم فوق هذا كيف انا اللي يهمني الزعيم. بس لكن قبل ما نروح للزعيم من اللي يهمني صندوق. في صندوق هنا يا جماعة الخير. ايوه من هنا من هنا ان شاء الله ما اكون غلطان. وهذا هو الصندوق اللي بسكسر اللي عنده ده. حلو حلو هذا المفتاح اللي اسمه امبيوت كي يا جماعة الخير. عارفين الابراج ذيك؟ الابراج يا جماعة الخير بليها بس على السريع خلونا نوريكم الابراج هذه يا جماعة الخير. انا يا ربي اعتقد هذه هي. ايوه هذه هي هذه. لا والله مو ذي. في ابراج هنا يا جماعة الخير يا اخذك. المهم الابراج هذه عشان تقدر تفعلها لازم تحتاج المفتاح ذا. في عدة تلبورت. المفتاح ذا ما في منه باللعب الا ثلاثة. واحد تلاقيه يا جماعة الخير عند الابراج. واحد تلاقيه بالاكاديمية حقت لوكاريا. والثالث والاخير تلاقيه هنا. يعني هو كل اللي تحتاجه ثلاثة. فدحين خلونا نطلع نواجه الزعيم. الزعيم يا جماعة الخير في كيف عدو من الاعداء. اخذت جودن سيدي واخذته. اسمه يا جماعة الخير اسم الزعيم ذا لا اعتقد من هنا. اسمه نوكس. عارف كيف زعيم اسمه نوكس صراحة يعني. عارفين هو عبارة عن عدو راح نشوفه قدام. الحين خلوه عبارة عن زعيم. خلوه اخش فيه الحين. زعيم سهل عارف كيف. اعتقد راح ناخذ سلاح الحين بما اننا قتلناه. شبكه سيف دافق الليل نوكس. اوكي الحين خلصنا كذا من اللي هي السورسري تاون. الحين خلينا نروح الكنيسه اللي راح نقابل فيها ميليسن ونديها الابره يا جماعه الخير. الصولجان هذا يا جماعه الخير الصولجان ذا عارفين الاداه اللي تحتاجها للسورسري وكذا. يقول انه هذا الصولجان اقوى صولجان. عارفين هذا يا جماعه الخير عصاية هذه. هذه اقوى واحده. حتى شوفوا كم تحتاج الذكاء 52 يعني ما حد يستخدمها الا واحد معتمد الانتلجن على فكره. بس ما ادري يعني تاخذ من ال يعني مثلا التعويذه اذا تاخذ 100 اف بي هذه دائما تزود 50 يعني راح تصير 150 من الاف بي على فكره يا جماعه الخير. يعني كذا نظامها. بس الضرر اكثر بس النقاط بنفس الوقت اكثر عارفين. فاللي يستخدم السورسر هذه تقريبا اقوى عصايه ممكن تاخذها. كافو زودنا فلاكس. خلونا نخليها 4 7 100 100.
طيب يا جماعة الخير كاتبه من عند الله. ايوه من عند بلدة السحرة. طيب اطلع على فوق وبالنهاية راح تلاقي كنيسة فيها ميليسن، كلمها واعطيها الابرة، ارتاح بعدها وارجع كلمها. اوكي يوم من هنا اعتقد قصدي على فوق. لا بس خلنا نتأكد هنا قصدي انا. والله في كف هنا كمان ابغاه، والكف ذا اللي ابغاه. الكف ذا ما خلصته انا. ليه بس ثواني يا جماعة تغير، هو ذا الكف؟ يو هو ذا الكف، الكف ذا انا كاتب نرجع له. ان شاء الله ما ضيعه. يو الكف هذا، هذا الكف بس جيته عن طريق التليبورت، ان شاء الله ما انساه. بس ما خلصته يعني، كيف يعني جيت هنا عن طريق التليبورت يمكن بالحلقة الثانية مدري الأولى. فان شاء الله راح نخلصه بس هكا عارف كيف. بعد ما اروح للكنيسه حقت ميلسون. ايوه كاتب من هنا على فوق، ايوه من هنا قصدي. والله اتمنى تعذرون يعني، والله اللعبه واضح الله اخبطوا على فكره، لعبه كبيره ما شاء الله. اعتقد ما كان مدك تيجي هنا الا لما تولي على براش كلها. الزعيم ما اعتقد انه كان لازم تقتله الزعيم. والله اعتقد اول تختيمه لي ما قتلته، تعرفين اللي اسمه نوكس ذا اللي دوب انا قتلناهم الاثنين. اول مره ختمت اللعبه والله ما افتكر. ايه بس خلينا نشوف هنا في شيء. لا والله ما في شيء، والله مفروض المفروض يعني انا اقول انه كانوا يحطوا شيء هنا، بس والله ما في شيء. اوكي الحين خلنا نكمل على فوق. اعتقد في من الكور ذيك عارفين يعني جدا رهيب الفارمنج وكذا، يعني شرحته قبل كذا. اعتقد في واحدة راح تنزل من هنا. اي والله ماني غلطان. اوكي مرة جيدة والله للفارمك وكذا. هذيك هي الكنيسة اللي قصدي عليها انا، بس لازم تخليها تطيح، لازم تخليها تطيح عشان تقدر تاخذ اللي هي الروينز يا جماعة الخير. الحين خلونا ندخل الكنيسة هذي ونكلم ميليسن ونديها الابرة. بالبداية لازم تكلمها ونجيب من هنا عشان عاد ما يجون البرعم ذا القدس سره النبتة ذي. هذا يا جماعة الخير لما تبغى تسوي كرافتنج كنيسة الوضع، لما تبغى تسوي كرافتنج لل اللهم صل وسلم على نبينا محمد للروت عشان تلغي، لازم لك البرعم ذا في النبتة ذي الحمراء، فضرورية والله. هذا الحين خلونا نكلمها. يعني خلوك كلمة يا جماعة خير، ما أدري لي والله كذا تذكرني بشخصية من الشخصيات اللي بلعبة ريزن ديفل، والله ما أدري مين بس يعني صدقوني كأني شفت بريزن ديفل يعني قبل كذا شخصية تشبه ميليسن البندي. ما أدري خلوك كلمة. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? عارفين انها راح تستخدم الابرة وخلاص يعني يصير متعافية ونشيطة ويصير مدانا تكلمها. اعتقد كذا تقريبا خلصنا اول جزء تقريبا من الكوست. That was easier than expected. But why do I feel so... خلنا بس ارتاح هنا. الحين راح نشوف على كيف مستصحة ومتعافية وعارف كيف واقفة. صار ما دنا نكلمها. يدها مقطوعة على كيف اليمين. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot
has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. أعطتنا جماعة الخير تميمة تقوي الدكستريتي يا جماعة الخير تميمة تقوي الدكستريتي خفة اليد. I'm considering leaving on a journey with the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering leaving with the needle my destiny. I'm considering with the needle my destiny. خلاص راح الاقيها بالكوخ حق غوريا يا جماعه تخر الرجال هذاك شوف كم فيه بس خلونا نزود الفاعليه وخلونا اوريكم التالسمنت اللي ادتنا هي تقوي الدكستريتي والله ما ادري كم تقوي الدكستريتي يا جماعة الخير تقويها 5 اي والله كنت بقول 5 تقويها 5 يا جماعة الخير شكا تقويها 5 دحين لقيها بالكوخ حق غوري الرجال ذاك اللي بدر مع الكوست كوخ غوري بس ما عندك سفر سريع والله ما ادري ما ابغى نزله من عند الكور ذيك ايوه خلاص اروح لبيها فدحين خلونا نروح يا جماعة الخير ونكلمها وبعدها راح نشوفها قدام ان شاء الله والله لا تفي نزلة من هنا مشكلة لو نزلت فيها راح اموت اكيد انا عشان الكورة ذي خايف تطلع لي اوكي دوبها طلعت لي كورة بس الحمد لله مرة خفيفة رب الحمد لله متى ننزل من هنا؟ هل متى ننزل من هنا؟ لا والله نزلت اذا راح اموت لا انا بروح رقم 2 مو رقم 1 ان شاء الله ما انسى والله ما ادري نزلت فيها راح اموت خلاص لن نزل من هنا ايش بي انا اوكي راح اروح اكلمها على فكرة الكوست حقها جدا جدا طويل او نهايته صعبة والله كن صريح معاكم نهايته لازم تسوي شيء يعني صراحة شوية صعب والله افتكروا زين الكوست حقها يعني يعني اول مرة سويته صراحة افتكر طولت لو تلاحظوا لها دائما قاعد يجي من هنا عشان هنا في كلب يا جماعة الخير اخر شيء تبغى يجي ويهجم عليها يعني والله شفت ناس يسر لهم كذا انتبهوا بالله دائما تعالوا من هنا لا تجي من هنا راح يلحقك وتخلينا منكد عليك Hello again. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, I must focus on my. I must. هذا الحين خلوا حد جماعة آخر اللعبة. والله عشان ما في جريس قريب هنا فارفكة. خلنا بس حدث اللعبة بسرعة. الحين راح نلاقي غور يعرفك في الرجال ذاك. أعتقد الحين راح يبعلن أشياء وكذا. كاتب غوري راح كاتب ميليسنت راح تروحه وغوري راح يرجع كلمه. Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge.
of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. التعويذات حقته دي والله ما ادري انا حقت كلها حقت سورسري وكذا يعني ولا واحده فيهم راح احتاجها. Oh, you noticed, did you? Indeed, Millicent did visit this hall of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Please make certain that little Millicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. أعتقد أم هذيك يا جماعة الخير اللي يقولوا عليها أقوى زعيم باللعبة. Do you need me for something else? أيوة خلاص هنسيبه. أيوة خلاص إحنا كده بالسليم. الحين يا اخوان خلاص ايوه كلمناها كله تمام احنا كده سوينا اول جزء من الكوست حق بلسن اعتقد قدام راح نلاقيها هنا في كيف بالمنطقه دي بس الفكره لسه قدام انا ما راح اروح في كيف الحين هذا الحين يا اخوان الحين خلينا نروح لل كف هذا الكف هذا يا جماعه الخير جينا بدايه اللعب عن طريق التلبورت وكاتب بالكاتب انا بالكف ذا راح تواجه زعيم اسمه فولج ستار بيست فولج ستار بيست اسمه جماعة الخير وحش النجوم الساقطة شيء زي كذا الوحش ذا راح تشوف زيه كثير باللعبة بس بالهاتفون أنا معاه بما فيه الكفاية إني أقوي نفسي أحس والله بس كم حبة من الروينز ذي وخلاص إن شاء الله إحنا بالسليم راح نشوف زيه كثير قوي والله والله قوي وإلى الآن ما أعرف صراحة نقطة ضعف وش هي نقول إن شاء الله إنه الهولي دامج بإذن الله ترقية المستوى أوه والله مرة قريب مرة مرة قريب برفع يا جماعة الخير أنا قاعد أقول لكم إني أكثر من حلقة برفع يا جماعة الخير الأركين أبغى أوصله 20 بعدها إن شاء الله خلاص الفكرة ما راح امسك الاركان بقيت اللعبه كلها عشان في توين بليد راح اجيبه قدام رهيب والله يا جماعه الخير رهيب الحين خلونا نكمل بالكف ذا زي ما اقول لكم جينا بديت اللعبه عن طريق التلبورت بس جيت هنا وطلعت بسرعه شردت الفكره واخذت قطعه الخريطه وبس الحين اوكي هنا عندنا من كيف الوحوش هذيك اعتقد في واحد هنا ابغى استلمه بالبرق بس والله ما ادري فعله الفكرة اخرى بالبداية احط ايوه خاف الضرر عاد الفكرة في الكف ذا يا حبيبي نزلت لي كمان والله يسألوني كان المفروض ما ينزل لي يعني نظامه من فوق يقعد يطلق عليك الله ياخذه خلنا نجهز الدرع المنجم ذا يا جماعه الخير فيكم مليان بالحجار وكذا ف دائما لما تشوف الحجار دي بدات لونها ذهبي زي كذا على طول خذوها بالذات دي هذه احتاجها انا هذه احتاجها باقي لي ثلاثه عشان اقدر اقويه حلو حلو اقوي السلاح السلاح الحين حق التون بليد على مستوى 13 باقي لي كم حجر ووصل 14 ف اكيد ال كف هذا يا جماعة الخير راح يظبطني. هذول مو لازم تقتلهم. الفكرة بدأت انهم كمان دوك 230 عن هذا ولا شيء. كفو يا الدرع. عشان كذا والله حطيته يعني ما شلت هذا بس الحين عارف ان الدرع هنا راح يظبطني. اوكي اوكي هذا لازم يموت والله. كيف اوكي مزعج والله. يا الله كلها جت فيني كل طلقه طلقها جت فيني هذا اعتقد يهجم عليك فمن دحين خلينا نستلمه كذا نقصد دي متى نجيبها اعتقد ما ذاك تجيبها وراح اروح من هنا اصلا الطريق الاساسي من هنا
ناخذ البلوره دي. والله كفو، اعتقد خلاص بدنا نشيل نفسي. بدنا نكوي نفسي، مدري ليه قلت بدنا نشيل نفسي. في خلاص بدنا نقوي نفسي، قوي السلاح قصدي، بدنا نقوي سلاحه. شيء حلو والله، والضرر ان شاء الله راح كنا في كف اقوى. انا جيت الجهه دي جيت، والله ما اعتقد في شيء. والله شايف تحت ايتم، خلنا ناخذه، ما اعتقد مهم بس خلنا ناخذه، لان ما احب افوت شيء صراحه. اوكي اوكي، شايف حجر هنا، كافو كافو والله مره شيء حلو. الحجار دي اللي ما عليكم بشكلها، على ما شكلها شكل مفتاح. انا شرحت الشيء ذا جماعه اخر، انه مع الترجمه كذا الاشكال تغيرت. هاي جماعه اخر الحجر دي صراحه كنت ادورها، فالحمد لله دحين الفكره جبناها وخلاص. يعني بدنا نقوي نفسي الحمد لله. والله هنا ناسي كيف توصل هنا، اعتقد من فوق انزل لها. اي والله من فوق، بس خليني اجرب اذا ما داني اجيبها كذا. حلو حلو، اخذته كفو والله. والله تنفجر دي، لا تنفجر يا الله. اوكي الحمد لله انا هنا. والله اعتقد التعويذه حقته دي تنفجر تصير ضرر كبير، بس والله ما ادري دوبها ما انفجرت. لعبة حلوة والله يا جماعة الخير، والله أنا مو أي لعبة ترى أرجعه وأختمها، بالذات إنه اللعبة دي يعني ما كمل لها سنة. الله ياخذك يا شيخ، استغفر الله. أوكي خلونا بالبداية ناخذ الأمور حبة حبة. أوكي أوكي، أنا أوريكم فيه. لا ما تجي فيني من هنا، ما عليكم. فراح الله ياخذه. انا نزل لي هنا، شوفوا بالله كيف نظامه. ان شاء الله دي تنهيك. لا حطيح يا الله. اوكي ما عليكم، نرجع من جديد. الحمد لله قتلناه. صراحه يعيب التعويذه دي انه يتحرك لما يسوي، ياخذ له خطوه الى الامام. والله ما ادري، عيب بسيط صراحه. يعني رهيبه والله رهيبه، ما تاخذ من الاف بي كثير وتوصل في حقه رمح البر. عارفين يا اخوان لعبه حلوه والله، والله اللعبه دي يعني من جد يعني صراحه حبيتها والله من كل قلبي. كل شيء عجبني باللعبه دي، والله ما عندي اي شيء سلبي باللعبه دي، جدا جدا حلوه. 10 من 10 اديها اللعبه دي. يعني إذا أحد سألني يقول لي عبد العزيز ألعاب تديها 10 من 10. ما يشوفوا جماعة الخير عندكم الدرينج، خلنا نبدأ الدرينج. الدرينج والله يديها 10 من 10 بالراحة. God of War Ragnarok والله يديها 10 من 10. شو اسمه Red Dead Redemption 2 يديها 10 من 10. Bloodborne تخيلوا ما يديها 10 من 10، عشان ايش اسمه يا جماعة الخير، نظام الدنجن ببلاد بورن والله ما عجبني. سكيرو، سكيرو هل اديها 10 من 10؟ والله القتال كان فيها افضل لعبة شفتها في حياتي، اتقنت القتال سكيرو. الا والله تستاهل 10 من 10 سكيرو، كل شيء كان فيها حلو. بس والله ما ادري، كان في بعض الادوات عشان تطورها لازم تلعب نيو جيم بلس، شيء ذا ما عجبني صراحة. بس الا والله تستاهل 10 من 10 سكيرو. اوكي هنا عندنا 2 من الوحوش ذولي على اليسار على اليمين، وهنا مين في؟ هنا في واحد اظن، اعتقد اذا خشيت بدال 2 ذولي راح يخشوا فيني. ايش نبغى نقتلك على الهادي يا بطل، على الهادي نبغى نقتلك، بس لكنك لئيم. شوف فين راح بالله. حلو حلو، بس ما سمعوا شيء، كفو.
يا بطل ابغاك تيجي هنا، انت ما انت فاهم النظام. حلو حلو والله، كلعبه راح يسمعه. ليه ثمان التميم ايش تسوي؟ والله ما ادري صراحة، بس خلينا نشوف. يحسن نجاعة التعويذة. قصدهم الضرر اعتقد. ها والله ما ادري اذا ابغى احطها ولا لا، يعني في صدق التعويذات كثير باللعبة اللي ما لها داعي. يعني في تعويذة تحميك من الهيد شات اخذتها قبل كم حلقة، ادري والله يعني هي مي لعبة سنايبر عشان الفكرة. هو اكيد لما يجيك سهم على راسك اكيد الضرر راح يكون اعلى، بس والله ما ادري، احس ان ادري اللي يسوون زي كذا. فيا جماعة الخير دحين عندنا زعيم اسمه فال الفكرة فولج ستار بيست اسمه، راح نشوف زيه كثير قدام، قوي صراحة، وان شاء الله نقول ان شاء الله انه مقدر عليه، نقول ان شاء الله انه مقدر عليه. خلونا نحن نخش فيه. والله ما ادري ايش نقطة ضعفه صراحة، بس اتوقع النار، نقول ان شاء الله النار تلعب فيه لعب. كفر الضرر. هذه فينا كلنا الثلاثة. لا والله بالهولي بستلم واجل. انا من احط هذا عنده حركة تسواها مصيبة. والله كافو الهولي قاعد تصير ضرر كبير يا جماعة الخير. انت عينك علي انا. كمان نبغى نديهم الضربة اللي بعدها. كفو كفو يا بالله العظيم كفو الهول يا جماعة الخير، ضرر المقدس عندي والله يصير ضرر كبير زي ما شفته. والله لو ما كنت متأكد ايش الشيء اللي يصير ضرر كبير، بس والله كفو والله شفته كيف. حلو، اخذ الحجر رقم 6 واخذ الحجر رقم 7 واخذنا يا جماعة الخير الأجراس. لا والله نبغى نروح ال ولا خلينا نروح. ايوه كذا خلص، خلينا نروح الراوند تيبل يا جماعة الخير، خلينا نروح الراوند تيبل وندي اللي هي البياعة، نديها يا اخوان الجرس وشوف السلاح حقي مدني قوي توين بليد، اعتقد مدانية كمان. انا زمان ما جيت صراحة هذا لا الراوند تيبل. خلينا نشوف راجل خوينا. ما مت لسه، متى بتموت؟ الفكرة في موت قدام ويصير ناخذ درع، درع رهيب والله. خلونا نشوف السامن هل مدني قوي؟ لا والله لسه، والله في عندكم ال بامبكن هيد مسكته وقوته لين الخامس اظن. شوية اللعبة تقول لي ما بدك تستخدم، ولازم العقل يكون مستوى أعلى الاف بي. حلو حلو، قايل لكم مدني قوي، خلونا قوي يا جماعة الخير على مستوى 14. خسارة والله، كان باقي لي ثلاثة وخلي على 15. والدرع مدني قوي، ما بس ما بقوي الدرع يا جماعة الخير، أنا بقوي الأداء حقت ال التعويذات وكذا. سبعة ما عندي، تخيلوا عندي 8 و9. سبعة والله سبعة، كنت قريب اجيبه، كان في قلت شو سويته، راح اجيب سبعة بس الله يهديهم فروم سوفت، يعني حدثوا اللعبة ولغوا الجلتش ذا. كنت احاول اجيبه اعتقد بالحلقة السادسة اظن او السابعة. المهم دحين خلونا نجي يا جماعة الخير نديها الجرس، يصير مدها تبع لنا حجار اكثر.
ايوه ده حق الثوبس يا جماعة الخير، الضوء حق الثوبس. اعتقد اشتعدت الحجر. شوف صار تبيع لي واحد اثنين، واحد واثنين من العيدية. فين؟ حتى الشيء هنا انا لا لا خلاص. خلوني اركب معايا. خلوني اشتريه. اشتري لي حبة من دي ليش لا؟ ليه بس ثواني. ايوه قدمته خلاص. خلونا نكمل يا جماعة الخير، خلونا نكمل. كتب روح للكنيسة حقت ميليسن. فين كانت هي الكنيسة حقتها؟ خلونا نروح لها يا جماعة الخير، خلونا نروح لها. وادي هي ومن عندها روح نورث ويست. في خفافيش اتقتلتهم يعطوك روينز مستوى 9. لا بس ثواني خليني بس اشيل العلامة ذي. نورث ويست كاتب. والله خسارة، كان باقي لي كم حجر بس واقوي. واقوي السلاح. وبلا ثواني يا جماعة الخير، هنا في كف سر يا لطيف الكف ذا، والله من اقوى الاسرار باللعبة. فاكرين الساحرة سيلينا يا جماعة الخير؟ فاكرين الساحرة سيلينا يا جماعة الخير ذيك السورسرة؟ من هنا الكوست حقها نسويه. تيجي من عند الرجال ذا، تخيل، وتيجي عند الجدار ذا تسوي كذا. يا ساتر استر يا الحل. والله لو من نفسي صدقوني مستحيل اطلعه. شايفين مخبأ سيليا؟ صدقوني على اساس انها سيلينا هذيك اللي كنا نكلمها. فهي تحتاج ان نجيب لها تعويذه اسطوريه، تعويذه مره قويه والله. فمن هنا نجيبها؟ بس بالله خلينا نحطه بالخريطه. انا كاتب بس ادخلين اخذ الجريس وراح نرجع هنا ان شاء الله. بس الفكره في قدام باذن الله. هذا الحين بس بالله خلينا نطلع من هنا. ايوه نبغى نروح من هنا، اعتقد من هنا الخفافيش اللي قصدي عليهم اللي كلكم يعطوك 9 مستوى 9 من الروينز. اوه ان شاء الله خفيفه يا رب. خير الحمد لله. خلونا ناخذ الستار لايت هذا اللي هنا. هذا يشل عنك التعويذات وكذا اعتقد، يعني اذا حد سوالك سمامك او شيء زي كذا. ايوه هذاك هو، والله هذاك هو. معلش اتمنى تعذروني، انا والله اللعبه كبيره يا اخوان ولخبطه. من هنا الخفافيش اللي اقول لكم عليهم. بس السؤال هو هل في نزله من هنا؟ ايوه من هنا. اوكي الخفافيش هذا يا اخوان. حلو قدرنا قوينا دحين هذا، عارفين الاداء حق السحر ان شاء الله واحده بواحده. اوكي دحين لو اروح راح اخذ من عنده مستوى 9. انا ما راح اقتلهم كلهم بس بوريكم. عنده مسك الله ياخذه واحده بواحده، انتبهوا منه والله. اكره والله الخفاش ده، شايفين كم بيسوي المسكة؟ شوفي كيف طاسم ده مستوى 9، والله مرة شيء حلو. بس على حسب علمي ما يدق كثير من، يعني ما يمدي كل شوية تعيد الشيء ذا. هذا واحد منهم، وهذا من العيدية ذا. هذا من العيدية الله ياخذه. خليني اقتلهم. هذا الحال والبطل. خليني اقتل ذا عشان عارف راح يجي يفزع معاه. يا جماعة آخر شيء مو سيء ترى، يدك مستوى 9 من الطلاسم ذي. ما شاء الله والله سلاحنا صار مرة قوي. أعتقد في واحد كمان هنا. you
كافو قتلنا. يجي واحد يقول لي عبد العزيز ايش الساحه دي؟ ساحه كبيره كنت في شيء مهم هنا. هنا يا جماعه الخير نواجه ردان ان شاء الله. اعتقد مو الحلقه القادمه اللي بعدها او الحلقه القادمه والله ماني متاكد. كفو والله خدم حق مستوى 9 كثير. فعلى فكره كيف زي كذا يا اخوان تاخذ من حق مستوى 9 والله يعني شيء حلو من الطلاسم دي. عارف هو يعني مو لازم تقتلهم كلهم حتى ذاك اللي هناك يعني لو تبغى تقتله اقتله ما تبغى تقتله يعني عادي. خلوني اروح اقتله خلوني اروح اقتله بما انه قدامي. الوحوش يا جماعة الخير الضخام دائما ضربتين ثقيلة على طول يطيح يسريه مهيأ للطعن يصير. بس ايش لازم ورا بعض؟ اوكي ضربتين ثقيل على طول تطيحه. حلو حلو بطل تعلي كذا. هذا اللي كان يرمي علينا من فوق على فكره. لازم يموت والله. هل ادانا من الروينز؟ والله ما اعتقد ادانا كثير. والله كنت قاعد اطالع فين انا ما ركزت كم ادانا. اعتقد يرجع ذا على فكره، اعتقد انه يرجع. هذا الحين خلونا ندخل من هناك. كنت بدخل من عند الجسر. هنا في من حقون ال بكيف من حقون الساحره ذولي كثير هنا. هذا صدته بس بسرعه. هذول حشكوني الله لي يوفقهم. استغفر الله العظيم. اوكي اوكي بسجع لي هنا. قل اروح اقتلهم الله لا يوفقهم. راح يقهروني صراحه باللعبه دي لما يحشكوني قبل ما يسوون زي الفخ يعني. اوكي فين اخويك الثاني؟ شك مين المعدوم؟ كافونا هنا. كمل دحين يا جماعة الخير. كتب كمل من عند الجسر وراح تشوف برج روح وراح تواجه فيه زعيم سابق. يوعده. انا ما ادري التيو الصراحه شرجت سماعه دائما يهجموا علي ليه غريبه والله. احنا عب التيو انا ايش تهجمون علي. كفر هنا فدحنا عندنا زعيم عرفي كيف راح نواجهه. مو زعيم كان زعيم لما قتلته اخذت منه السيف ذا يا جماعه الخير. قال السيف اخذت منه مخلب كلب الدم. خلونا نخش فيه. ايه ما ادري فين بس المفروض انه هنا. اوه الحين راح ناخذ تعويذه اسمها Eternal Darkness. Eternal Darkness يا جماعه الخير كذا زي الله الفكره الظلمه الابديه عرفت تسحبهم عليك كذا الفكره كذا زي المكنسه خلينا نقول. صدقون يعني هذا افضل وصف ممكن. رهيبه صراحه صدقون يعني السحر باللعبه دي مره رهيب. الحين خلونا نكمل يا جماعه الخير. اوكي الحين كاتب روح وقت الخيال الليل. خيال الليل كاتب ابن عند بياع. هذا بياع وجل هنا. في خيال الليل هنا يا جماعة الخير عارفينه. هل الوقت ليل دحين؟ هل الوقت ليل دحين؟ والله في خيال الليل وفي
شكلها بس خلينا نشوف. والله ما شايفه. أجلع لسه مو ليل. في يا جماعة الخير طائر الموت هنا وفي خيال الليل اثنين، يعني عندنا الحين زعيمين يا جماعة الخير يطلعوا بالليل نبغى نقتلهم. هو شوف خيال الليل أول ما تحط المغرب يطلع، أما طائر الموت ما يطلع إلا بعز الليل تقريبا يعني. هو طائر الموت خلونا نبدأ فيه. خلونا نبدأ فيه والله بما إنه هذا هو خلونا نروح نخش فيه. عاد هذا يا جماعة الخير نقطة ضعف اللي هو ال نقطة ضعف الهولي، الهولي يلعب فيه لعب. اوكي اوكي كذا نظامك على طول. والله كفو كل علي بس لا اطمع وراح اقتله. يا بطلي لو فيك خير. حلو حلو ثلاث ضربات يا جماعه الخير واقول لك هذا نقطه ضعف الهولي دامج. ثواني تنهي مين بالله كفو. قارص الموت خل بس اشوف السلاح ذا شو يطلع. سلاح قارص الموت اسمه هو ذا؟ والله هو ذا. احتاج الذكاء 11. فاكرين الحلقة الماضية كنا نستخدم السلاح ذاك اللي ينوم الأعداء؟ والله ما أدري بعد والله. بس مدري اللي يعتبر سلاح ثقيل يعني ما نشوف حجمه مرة كبير. هذا رهيب والله. والله مرة رهيبة عجبتني صراحة والله. الحين بدري يا جماعة الخير ممكن اقويه قدام. خلو نكمل الحين خلو نكمل يا جماعة الخير بس خلو نشيل السلاح ذا. خلو نشيل الخوذة ذي. خلو نحط خوذة المفضلة ذي القناع ذا. خلو نروح نواجه الخيال يا جماعة الخير اللي ما يطلع الا بالليل. أنا كاتب عند البياع والله من هنا شفته. إيش رأيكم خلينا النوم يا جماعة الخير بسلاح النوم؟ مين بالله سلعة رهيبة يعني الفارس ذا على أساس إنه هيبة وكذا شوية يجيله أنا سلاح النوم والله لا ما أدري صراحة ما أبغى أحقره. كيف ما أبغى أحقره أبغى أستلمه بالروت. ليه كذا على طول الله ياخذك. والله يا جماعة الخير خويكم مصمم يبغى يدي بالروت. بس السؤال هو هل عندي وقت؟ لا والله جا خلاص خلاص خلوني استلموا يا جماعة الخير بالهولي دامج. ما تدري قديش نفسي طيحك من الحصان بس كفو خلاص والله بنهيه. كمل نفس النظام. لا ما جت فيك ذي. كيف ما جت بحصان هذي اللي دوبها. يهو والله هذه بدري كم جات فيني اقسم بالله. والله ولفت صراحة اكون صريح معاكم. بقي معي اسعافات؟ والله ما اظن بقي. يا الله صعبت عليه القتال وكان سهل والله. ما عليكم يا جماعة الخير رجعوا دحين اقتلوه.
طائر الموت ذاك صعب منه قتلت كيف اسهل من كذا. والله انا صراحه كنت صراحه ما كنت فلسفت ولا قلت خليني اجرب على اشياء. يبغى يجرب الروت يبغى يجرب مدري ايه المفروض خلاص على طول اخش فيه. بس احنا بالليل دحين والله ما اعتقد اننا بالليل. خل بسم الله خليه بالليل. انا كويس والله ذا يقتلني ولا الطار الموت. الطار الموت ذاك ما يطلع الا تقريبا بعز الليل. هذا خلاص بس تحطه مغرب وعلى طول يطلع. خلوا نروح يا جماعة الخير ونخش فيه. والله اتمنى يا جماعة الخير كونه يعني شيء مو مزعج لكم يعني انه الحلقات طويلة. والله عشان اللعبة طويلة يعني لو ابغى انزل حلقات تقريبا مدتها 30 دقيقة خلونا نقول يعني ممكن اوصل الحلقة رقم 90 على فكرة. اوكي الحين الضرع حيكون خيالي. تعال بطل حلو. اوكي نفس النظام انت تفلسف يا عبد العزيز. حول ولا قوة الا بالله. اوكي والله بطيح من حصانك البخيس. طيح الله الله سيمنت. يا سلام سلم الضرار الله كفو. كيف ما مت لسه؟ شوف شوف كيف استدعى الحصان والله بحركة رهيبة صراحة. حلو حلو هنا. الحمد لله كفو. أخذنا الآش ذا كمان الحمد لله. اوكي كاتب الحين نروح للجريس ذا. والله ما ادري ايش كاتب اروح هنا. ايوه في تنين الروت الحين كاتب روح واقتل تنين الروت. بس ثواني مدني اقوي نفسي. ايه يقول لي مداني. حلو حلو مداني خلاص. كان 20 الحمد لله. والله اللعبة صراحة جدا كريمة يا جماعة الخير بهذا بالتطويرات وكذا. اوكي خلينا نخش بالتنين تنين الروت يا جماعة الخير. نقول ان شاء الله مقدر عليه. هل توقع نفس الروت على كيف يصير ضرر؟ تخيلوا بالله. والله ابدا ما اظن يصير ضرر. كاتب اضربه من كل مكان. كيف يعني مو بس راسه بس لو مع راسه يعني شيء مره حلو. اوكي 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 رجال انتبهوا. حلو حلو بدايه حلوه. كيف بدت؟ اوه انا من حاط والله خساره كانت راح تصير ضرر. حلو حلو فلات. عادي فيني. اوكي اوكي حلوين. وادي عندي دي. يا لطيف تسوي ضرر كمان. يا ساتر استر. اوكي اوكي ضرر اللي سوينا طيب. بس ايش يبغى لي ما اطمع. اي والله لا مقدور عليه مقدور عليه. والله انا على بالي بس ايش انا شفته قاعد يرش من الروت يا جماعه الخير. قلت انه ايش بس راح يسوي لي يعني بس يسممني يعني بس لا اكثر ولا اقل. في يعني ما قلت انه راح يسوي لي ضرر كمان بنفس الوقت. والله ما كنت داري.
بيبدأها كده هو كخلق الرودز حقتي. والله كاتب يا جماعة خير أضربه من كل مكان. لما يرش الروت كذا لازم كيف نشرد. لا تعلي هنا تعلي هنا يا أخي فين بتروحي وك. هذا هو أي يا لطيف الضرر ويلك والله تسوي ضرر كبير قسم بالله. فلت منها تبو 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 يا الله والله كعبل اني بعيد. والله مشكلة نقطة ضعف وراسه شرط. والله ما ادري على فين اشرط. يهو شو الاخبال ذا يا لطيف يا ساتر. والله ترش السم والله ياخذه مصيبه اقسم بالله. بس حيموت صدقوا راح يموت ان شاء الله راح يموت باذن الله. كل جماعة خير صراحة التلي ذا راح ارجع له بعدين خلاص خذ نسيبه. صدقوا حاولت معه اكثر من مرة باذن الله لما اقوي ضرر السلاح كيف راح ارجع له ان شاء الله. يعني والله انا الحين ما احتاج التحويذات اللي هي تقريبا كلها اشتريتها فباذن الله راح نرجع له ان شاء الله وراح اقتله باذن الله. انت بروح جهه الوسط من الكنيسه بسم الله خليه يروح العبيط. اوكي اوكي كتب من الكنيسه روح وسط. في الكنيسه اللي جيناها كثير جماعه تقرا حقت التنين اشترينا من عدة تعويذات حقت التنين وكذا ان شاء الله راح ارجع باذن الله. راح ارجع يا جماعة الخير هنا بسم الله خلوه يحط علامتي وجمجم انه هنا ايش في زعيم ما قتلته. راح ارجع له ان شاء الله وراح اقتله باذن الله. هذا حجة الويست هنا يا اخوان في والله اذا كنت افتكر اذا قتلته يدك شيء ثمين. بسم الله ثواني بس دي كذا لا والله بس في دنجن هنا. اوكي يا اخوان بسم الله معلش انا غلطت انا قصدي الساوث ايست. التنين اللي هنا والله ما ادري قديش نفسي اكتر بس ايش ارجع له بعدين. يعني والله كويس اني ما قتلته عشان عاد تشوفون يا جماعه تقرا بعض احيانا انا في زعماء اكون كاتب انه عبد العزيز راح اقتل الزعيم ذا شوي الاقي نفسي ماني قادر عليه. سير ايش خلاص عادي ترجع له بعدين. يعني هو مو كل زعيم لازم تسويه على طول. في بعضها خلاص عاد ترجع له بعدين. ايوه تحت الدرج اللي قصدي عليه خليني اروح له. ايوه تحتي بالضبط. ايه يقول لي متى ننزل من هنا. والاش ذا بلهي ثواني حوريكم فخي والله من هنا. دحين الاش ذا راح يدهرج على قدام جهة الغراب ذا عشان الغراب ذا يطبح وينقز عليك عارفين كيف؟ يعني هذا اللي اللعبة تحاول كيف تسويه. فمن هنا شوف سبحان الله شوفها الفخ ذا يا الله ان شاء الله خفيفه يا رب الحمد لله. والله ما ادري كيف دركت وضعي هنا. افتح خلو اروح خلو اروح يا جماعه الخير اكيد ما راح اواجه الكلاب دي. بس ايش اروح جهه الدنجن اللي من هنا. اوكي اوكي هذا بعيونه الحمراء دي ناوي شر والله نسيبه بالله. اوكي اوكي يا جماعة الخير قلنا نحاول نصيده. الله ياخذك فلت. كوكب عليكم نصيده بسرعة. اوه انتوا جيتوا كلكم حلو والله استغفر الله بالله. بس خلوني ادخل هنا ان شاء الله وانا طالع اخذ الكلب لحقنا لين هنا يخرب بيته وانا طالع ان شاء الله اخذه.
ما عليكم ما يقدروا يهجموا عليكم بأنك تفتح الباب وما مدهم يدخلوا هنا. دواميس كيلت، هذا الدنجن حق كيلت. الساتر شفت قبل حقولي لين هنا. هذا حق خلص الدنجن ده يا اخوان، كله بس احط المصباح كذا. والله انا مو عاجب الاشياء الكثيره اللي حاطها هنا، بس خلاص كذا ان شاء الله تمام. الدنجن حق مين؟ اعتقد المخلوقات ديك الصغيره في الوحوش ديك اللي يسوون بليد وكذا. اوكي ايش بيسووا ذولي؟ خلي بس اخذ احتاج عشان قوي الصامن وكذا. اوكي والله شايفه، والله هيكل عظمية. دنجن ذا حق الهيكل العظمية، يعني ما اعتقد يكون ميكس يعني الهيكل العظمية والوحوش هذيك. متأكد يا عبد العزيز من المعلومة دي؟ والله ماني متأكد بس إن شاء الله يعني ما أكون غلطان. بس شوف هنا إيش فيه. أها ما في شيء، أوكي جل خلنا نطلع منها بسرعة قبل ما. أيوه خلاص بس خلنا ناخذ الأشياء ذي اللي هنا. كيف كذا؟ الله يدوب الشاعر، خلوا عنج نفسي بهذه. أيوه. والله كأنها تسوي له ضرر خفيف لما استخدم التعويذة دي. سكاف والله ما تاخذ من الاف بي كثير. هذا بوابة الزعيم من هنا. ايش فوت نجل هنا؟ شكله في طريق سري من هنا ولا من هنا؟ والله نسي صراحة الدنجن ذا، أتمنى تعذروني. كيف كذا؟ أها أوكي خلنا نشوف. والله أنا كل تير مستعد ما في شيء، بس الأشياء اللي طلعت من جديد لأنه في جدار سري ثاني بس والله ما أدري فينه. أها هذا هو هنا. والله ما ادري متى شكلي قاعد وانا الجدار ده ومشيت عنه. والله ما ادري هل راح نقدر على الزعيم كذا. يا ما عليكم حتى لو مت في تمثال قريب راح يعودوا لي من عنده. خلوا بنبدا على نفسي. خلونا يا جماعة خلونا نخش بالزعيم. انت ما الضربة اللي هي ذا؟ اها اوكي فزعتكم رجال. ابلع يا البخيس. الله الله ويلك كان زعيم صعب. كفو الهلال الحمد لله. اوكي بس بلا خلو نرتاح. وخلاص خلو اطلع من هنا. اوكي هذا هو الجريس. لا لا الاش اللي هو الفات من عندنا. إن شاء الله هذه المرة أصيده. حلو حلو قدر المطلوب الحمد لله. حجر رقم 4. أوكي الحين خلنا نروح على هنا. هنا قصدي أنا. هنا في جريس أعتقد نبغى. هنا في حرب يا جماعة أعتقد ما بين الكلاب والجنود.
زي ما انتم شايفين. كيف قد يواجهوا بعض وكده. اعتقد في برج هنا ابغى اطلع له. ايوه هذا هو. وعنده جريس. ايوه هذا هو الجريس. القلعة يا جماعة غير فوق راح نروح لها ان شاء الله، بس كيف على بداية الحلقة القادمة ان شاء الله. هذا احب بس خل اطلع له فوق هنا. شوف فوق ايش فيه. والقلعة على فكرة في بداية الحلقة القادمة ان شاء الله راح نروح له ونخلصها. القلعة دي يا اخوان تخلصناها راح ناخذ انا برأيي افضل سلاح باللعبة. مرة سلاح رهيب. اوكي كافو قتلناهم. والله كنت خايف اني اطيح. شايفين كيف قاعدين يواجهوا بعض. والله واعتقد مكان رهيب ده. اذا تسيب اليد و وتثبت هنا وتاخذ لك من الفكره من الروينز، يعني تمشي على اللعبه كذا وتخليهم يقعدوا يقاتلوا بعض وتاخذ الروينز. في يعني مكان يعني مو سيء صراحه للفارمينج. سهم الإبرة تميمة سهم الإبرة. أنا والله استخدم السهم بس بالأخير نشوف هذا شو تسوي. أنا مو ذي. أنا هنا أخذنا حقة سهم الإبرة اسمها تميمة الرمح. سهم الإبرة يرفع طاقة هجوم السهام ولا مدخرات. أعتقد قصدهم ال أيوة الضرر حق السهم يصير أعلى. والله ما والله شيء مو سيء. أنا استخدم السهم كثير صراحة. الأسهم قصدي. والله ما ادري ممكن قدام حيكون عندي اكثر من خانه للترسم متفاعل فكه ممكن راح نوع بشكل اكبر. فصراحه يا اخوان راح انهي الحلقه هنا. الله يعطيكم العافيه على المشاهده باذن الله. ترقى العمل هنا بدنا نشوفها باذن الله يا جماعه الخير. الحلقه القادمه راح نروح في قلعه فوق فكه راح نروح لها يا جماعه الخير وراح نخلصها باذن الله. شايفين هذيك هي ايوه قلعه. شايفين هذيك اللي فوق يعني مي مره طويله. راح نروح لها ان شاء الله وراح نخلصها. وتخلصناها راح ناخذ انا برايي افضل سلاح باللعبه. فباذن الله الحلقه القادمه راح نكمل. اتمنى دعمكم اتمنى كنت خفيف عليكم. ان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه في امان الله.